The blades in a blender rotate at a rate of 6,500 revs per minute when the motor is turned off. During operation, the blades slow down to rest in 4 seconds. What is the angular acceleration as the blades slow down? الأوميجا هتساوي ال N في 2 باي على سكستي اللي هي 6500، نضربها في 2 باي عشان نحولها الراد، نقسمها على 60 عشان تبقى راد بير سكند. نطبق القانون مباشر. القانون الأول، هنا 681، الوقت 4، يبقى هقسم ده على 4، لا ده الأوميجا نوت، وهنا بصفر، إني هتوقف، يبقى الأوميجا النهائية بصفر، والابتدائية اللي هي أوميجا نوت، وهنا بصفر. يبقى هقسم الرقم ده على 4، إذن الألفا هتساوي -170 راد على السكند تربيعي.